انا شايفه بجد شايفه يا عم. العم فلاح بابا يا شبرابي بينقي الغريبة من أراضي حصد الاساس بيد ومسبوط له اثباته عند سيدنا النبي منه اليه شربة بشربة شربة بشربة لما يصبر حاله فيه يا رنة جرس المعاني والنعسان بتصحي عالباب رجال وانهي رجال يا ابو زياد يا جد يا ابو النور يا جعفر يا طيار يا عم يا ابو رمضان
خلينا على الرجال اللي جلسوا على الباب. وخش لنا الجيل رن جرس المعاني يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا رنة جرس المعاني والإحسان بتصح بتصحي يا موصلة طيار يا عين وقرار بس اللي يدره انت الاساس يا اساس والكل يجي عليه اشرب من المشرب علشان يبقى لك ولو قطرة يا روحي فين اشرب شراب المعاني والمعرفة من بحر المصطفى علشان تصفى وتصطفى يا بنتي حيضرة ودنا للبرة ويقلني قدام طب واللي ورا كان ايه واللي ورا الورا كانت شغلته ايه قوليلي اللي جرى ايه دليني على اللي قدام وقوليلي اللي ورا كان ايه طب واللي ورا الهارة كانت شغلته نصرها طب واللي اسرى ايه يا سر فينا لينا صرى بس اللي اسرى ايه الباب يا ست رئيسة سيدنا الحسين بنا
ديني عاشق ومشتاق وفيا اشواق عماله تيجا والضرب عالي قوي والسر ساري فيه السر في السر يا ولا ونخلي السر بينا كبير اللي معاه سر على سره حقه يغير يخاف يبوح لا ينفضح ويفقد التعبير ويقول كلام كرداجي مخالف المعايير شيخ العرب سيدي عبد القادر يا شيخنا الجيلاني يا باشا الرجال يا دلعت الرجال خليت حالي حال عمي يا بيومي ايه ده؟
ندب 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 من غير عذر يا سيدنا الاستاذ. مخالف المحا الجمل بيبكي والغزالة بتشكي جمل بيبكي والغزالة بتشكي وهضهض جاب الخبر صبح مختبر في السن حطت ورمى الشبك صيد ونفخ في الكير ورمى الشبك يا ابو قنديل صيد نفخ في الكير واعظ بيوعظ يا ابو مطاوع باخر الليل تلاقيه سكير قسيس وبنى جامع ام سكن الشيخ في حوش الدير يا سيدي سالم واعظ بيوعظ يا شيخ العرب واخر الليل تلاقيه سكير قسس وبنى جامع امسكني الشيخ في حوش الدار النملة بتتكلم والجزع بيتألم النملة بتتكلم والجزع بيتألم والسير في السير ولما الجبال سبحت يبقى السمك بيطير تزوير